فنحن كنا ولا زلنا نقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة. الإشكال الذي يطرح كما قلنا أن مقتدى الصدر ينحو منحى ضد التشيع وضد الشيعة، وفي هذه الحكومة أيضا حكومة الكاظمي تنازلنا عن الوزراء، رفضت رفضا قاطعا بأن تكون هناك أي وزارة للتيار الصدري، تنظيم الحشد الشعبي وإرجاع هيبته وسمعته، لأن الكثير من الأعداء يحاول تشويه سمعته. في تغريدة سابقة دعوت للملمة البيت الشيعي بفترة بالشهر الثاني عشر من السنة الماضية تقريبا، وهذه التغريدة موجودة، طالبت بلملمة البيت الشيعي ولم أتلقى أي إجابة منهم أو أي تفاعل بهذا الخصوص نهائيا. دعوتهم إلى طاعة المرجعية ومركزية المرجعية والأخذ بأوامرها وقراراتها. بعدها بعد انسحابنا أصر الكثير من الجهات السياسية على أن نرجع إلى الانتخابات، فوقعوا على وثيقة إصلاحية من أجل الرجوع إلى الانتخابات، وهذه تواقيعهم موجودة أيضا وسنعلنها لاحقا. فسارعت إلى كتابة شروط أيضا موجودة هنا وسنعلن عنها أيضا، شروط من ضمنها حل الفصائل، تسليم السلاح على الدولة، محاربة الفساد، كذا وكذا كذا، يعني أكثر من 15-20 نقطة لم يوقعوا عليها. وأن لا يهددوا السلم الأهلي ببياناتهم، فالسلم الأهلي مو لعبة لا بيدي ولا بيدهم، السلم الأهلي خط أحمر لا يمكن أن يتعداه أحد.